يواجه الأهالي مأساة أخرى بالمعاملة السيئة في دوائر الدولة ودائرة التقاعد، مثال على ذلك أحد الناشطين نشر مقطعا على منصات التواصل الاجتماعي صور فيه معاناة المراجعين في دائرة التقاعد في الموصل وهم يقفون في طوابير طويلة. دعونا نتابع. دائرة التقاعد نينوى لاحظ الازدحام اخوان، واولا الشباك اللي يجمع النساء والرجال طبعا بفتحه واحده فقط، النساء والرجال من خلال هذا الشباك، والدفع والآلية العظيمه اللي جاي تمشي بها هذه الدائره. طبعا احنا خجولين من هذا الشيء والله العظيم، انه المواطن العراقي ابن الموصل يقف بهذا السر لمده ساعتين على مود حتى بس يختم، ويرجع على الشباك الثاني ايضا ساعتين ايضا على مود يختم. يعني شوفوا هذا الكم الكبير من الناس على شباك واحد اللي هو يدافعون عليه نساء ورجال حتى من اجل توقيع بسيط جدا. يعني دائره التقاعد نينوى، انتم اليوم عندكم الاف الموظفين، ايش دا يسوون جوا؟ ايش دا استهبال الازدحام؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.